تضحيتي اول شيء يعني بالنسبه لي ما قدمت شيء، يعني كل هالشيء اللي تقدم وبعد لو بيطلع بايدنا نقدم ما منقصر، يعني كانه اني ولا يعني عم بحكي باسمي باسم اي جريح انه نحن هون بالسويداء او بسوريا بنتمنى نحن نرجع للايامات المعارك ونرجع ندافع ونضحي، لان اذا ما نحن دفعنا وضحينا وقدمنا ما حدا بيجي بيدافع عنه. وسط عائلته تفاصيل الحياة عادت لترسم ملامحها في حياة إباء عزام، البطل الذي خاض معارك الشرف فخسر بصره، لكن نور روحه تكللت بعزيمة صلبة وإرادة كبيرة جعلته اليوم يعود إلى حلم راوده في البداية ليحققه على مقاعد الدراسة في امتحانات شهادة الثانوية العامة. قبل ما أني ألتحق على الجيش كنت بطل عرب وبطل آسيا، مصارع روماني، جيدو، بطل جمهورية شطرنج. التحقت على الجيش كنت يعني كغير طموح أي لاعب رياضي بيفوت على نادي الجيش بتابع بمجاله مثلي مثل أخوتي اللي أكبر مني. فلا بس التحقت أني على الجيش وشفت المعارك وشفت الأحداث اللي عم بتصير إجت نقليتي على نادي الجيش. ما كنت أقبل، جات رفعت طلب لظني ضمن المعارك وظني ضمن كذا بالمهمات، والحمد لله ظلينا وطبعنا والحمد لله، يعني هذا رمز لإلي الحمد لله على النعمة. تصوبت ما وقفت الحياة عندي، ظلتني متابع بأكثر من مجال، فت بلجنة مكفوفين بالسويدة بجمعية الوفاء، صرت درب على الشطرنج للمكفوفين بما أنه أنا كان عندي فكرة عن الشطرنج قبل، زاد طموحي تابع دراسي لأنه ما عندنا باب ضو ثاني غير هيك، يعني كل شيء مجالات قدمتها وفت فيها ظلتني حس حالي جوات دويرة وعبلف حواليها، يعني ما في شيء جديد، فما لقيت المنطلق أني أطلع منه غير العلم. أخذنا بعضنا عن حب وإجاني خبر أنه تصاوب، والحمد لله ما تغير علي شيء، أنه خلص أنه وقت ما كان أنه مثلا بصحة العافية أنه أنا يا لطيف ما أحلاني معه وما أحلى معي، وأنه بس احتاج لأني إجي أتركه، لا مستحيل، يعني هالشيء ما بقبله مثلا على واحد من أخوتي أو علي أو على حدا، فظليتني أنا معه مستحيل أني أتركه. كمان هي إرادة بطلان خاض معارك الشرف بسلاحه، وإلى اليوم يستمر بتصميمه وإرادته ليكون سلاحه حبرا يكتب صفحة جديدة من حياته.